ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. متتبعي قناة ماروك أخبار يومية، رجعنا لكم بواحد الموضوع اللي كيشغل الساحة الفنية والساحة الإعلامية على العموم، وهي قضية ديال مسلم وهذيك الممثلة والزوجة ديالو اللي خرجت بواحد التصريح اللي مؤلم جدا. زوجة مسلم اللي خرجت بواحد التصريح اللي مؤلم جدا، وعندها وليدات وعندها هذا، مشى السيد مشى تفارق معها وخلى على الحال الطيب ومشى كيتورط في واحد العلاقة جنسية مع الخنزة. اسمحوا لي على هذه الكلمة، ولكن هذه هي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول عليها، هي هذه السيدة راه لا علاقة. والله بالله عليك، كيف زعما الإنسان يخلي هذيك السيدة اللي كبرت معاه وطلعاته وهذا ويمشي مع واحد الوحدة اللي السمعة ديالها حاليا ولات في الحضيض، وخصوصا بعد ما خرج هذا واحد السيد اللي الطبيب وقال انه ادات لي 15 مليون، تاهي في تصريحات صحفيه ان ادات لي 15 مليون من خلال ابتزاز والنصب عليه بواحد الشيء، فاش كانت واحد الشكايه بين ابن هذاك الطبيب ديال الاسنان وبين الولد ديالها، وتطورات حتى غير تصادم واحد العراك بيناتهم طور اللي ولات شكايه، ومن بعد مشات كتكذب عليه هذيك الممثله، مشات كتكذب عليه وقالت لي بان ولدي راه تهرس وراه كوما، زعما بزاف الاشياء، وزعما باش كبر هذا وابتزاته باش عطاه 15 مليون تسمح ليه وتحيد هذيك الشكايه. وهذا الشيء راه معروف، بنادم كيديروا غير البنادم اللي ما عنده ما يدار واللي باغي ينصب واللي باغي يبتز بنادم. هادشي طبعا باقي ما سمعناش الراي الاخر، ما خشناش هذاك زعما ولدها واش بصح مضروب ولا مضروبش، هادشي باش نكونوا عاوتاني منصفين للجانبين. ولكن هادشي كيبين كيفاش البنادم مخلق وكيفاش بنادم كابر وكيفاش بنادم الاصل ديالو. المشكل اللي كتحز في القلب هو ان هذاك الفنان بين قوسين يمشي يخلي تخلى على الزوجه ديالو وخلى وليداته، وزعما وكيقول لها انني وليت مضطر. شنو هي اللي تخليك مضطر؟ وثانيا هذيك الانسانه راه ما فيها لا جمال لا والو، ديك الممثله اللي مشيت فيها راه ما جمال راه زيرو. الورطه الجديده ديال هاد الممثلات اللي كيخونوا الرجال لوليداتهم هرسات اسره، وثانيا ديك الاخت كتبان مرت مسلم كتبان اخت فاضله زعما معلمه كدوي مهدنه كدوي بداكشي متنسق داكشي مقاد مصوب. تجي وحده خريجات، اشنو خريجات هذيك السيده؟ ما انسانه ما والو، ما ممثله ما والو، جبهه وسنطيحه وكي ولا ما باغين يتقاو. الناس كاينين عندهم مستوى ثقافي ومستوى ديال الاداب وديال الاخلاق، تجي وحده ها مهمه زعما ماشي شي مهمه زعما ما فيها ما يتشاف، كنا فيها شي ما يتشاف فيها شي زين وما فيها لا زين، ولكن انت هو هذاك الفنان الرابر توطح الى الحضيض انه كيفاش كان كيفاش ولا دابا. راه ماشي كيبين بان الانسان ما كيتبتش هنا في المغرب، البنادم ما كيتبتش. كنتي غادي المسار ديالك مزيان وهذا، عندك زوجه عندك الاطفال، يمكن يوقع خلاف ماشي مشكل، راه الدنيا هي هذه فيها خلافات، بنادم كيقدر يوقع في خلاف كيقدر يوصل حتى للطلاق، هذا ماشي ما كاين حتى شي مشكل في هذه الناحيه، غير ان تكون السبب واحد العلاقة مع إنسانة اللي السمعة ديالها سيئة من خلال أحداث اللي دابا ولات واللي بنادم شنو كيتداول عليها حاليا والقضايا اللي والفضائح اللي كل مرة كتخرج لنا، كل مرة كنشوفوها غير بالفضائح، ما كنشوفهاش حتى شي حاجة اللي معقولة ولا شي تمثيل اللي ولا كتجسد فيه شي شخصية اللي كتبهر بالتمثيل ديالها. فعوض نشوفوا هاد الفنانه في ادوار اللي كتكون راقيه وفي شي مستوى اللي عالي ولا كتجسد شخصيات اللي كتدخل بها تاخذ بها جوائز، كنشوفوهم غير في الفضائح. ومشي هي راه كاين بزاف الممثلين المغنيين اللي ما بقيناش كنشوفهم حاليا في الساحه الفنيه الا عبر الفضائح، ومشي عبر الاعمال ولا الفن اللي كيقدموه ولا الصوره اللي باغين يظهروا بها، ولكن كنشوفهم غير بالفضائح. وهذا الشيء اللي ولا عندنا في الساحه الفنيه والساحه ديال مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في اليوتيوب والفيسبوك، هذا الشيء ولا وهو حتى هو هذاك السيد كنوجهوا ليه واحد ان الانسان قال
انا خلوني المهام الصعبه. حنا دابا فهمنا شنو هما المهام الصعبه اللي انت دابا كتداخل فيها، هو انك تمشي مع المهمه. اسمحوا لي على هذا الكلام، ولكن هذا الشيء كيحز في القلب ملي كتشوف واحد الاسره اللي تدمرات بسبب تهور ديال رب الاسره، خصوصا ملي كيكون فنان مشهور خاصو يعطي واحد القدوه حسنه للمتتبعين ديالو والفانز ديالو. حنا كنشوفو دابا حاليا غير فضيحه، نخرج من الفضيحه الاولى ندوزو للفضيحه الثانيه. هذا الشفر، هذا نصب على هذا دار حاجه، هذا دمر الاسره ديالو. ايوا خص عاوتاني رجعوا للعقل، رجع شويه للاصل ورجع شويه للعقل، وبنادم ما ينساش منين جا. هذا هو الميساج اللي نقدر نوجهه لهذاك السيد بالضبط، وخصو يحاول يصلح الجره مع الزوجه ديالو، وخصوصا غير يكون غير واحد التصالح معنوي، وخا ما تكونش ترجع المياه لمجاريها من خلال الصلح ولا هذا، ولكن امه ترجع يكون القلوب صافين، وما ينساش بان وليداته من العيبه خصهم يكبرهم هو بنفسه، ماشي يبقى تابع للمهمه. المهمه راه مع التقدير كذلك راه كتحيد من هذا، ضرب لهذا 15 مليون تمشي للاخر ضرب لي 10 المليون. وكنعاود نشكركم الاخوه المتابعين، ودمتم في رعاية الله. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.